بودكاست نجم الرابعة. بافتتاح فيلم البعبع اليوم نجم أحببناه من مسرح مصر، واليوم عم بيشارك بفيلم أكشن محمد عبد الرحمن الملقب بتوتا. اليوم أهلا وسهلا فيك عبر أثير راديو الرابعة. أهلا بيك، ربنا يخليك. أنا مبسوط أن أنا معاكو وبشكر كل الشعب الإماراتي والشعب العربي كله اللي يا رب دايما نبقى عند ثقته وقد حبه لينا كده يا رب. توتا بالفيلم ده أنت شاركت تامر حسني بفيلم تاج بدور كوميدي. لا في البعبع. لا في البعبع هنا في بيت الروبي. كنت بيت الروبي. أوكي. أنت بتشارك مع أمير كرارة وهو نجم أكشن. أنت قلت هتبعد عن الكوميديا صح؟ هتبعد فترة وحنشوف ده بفيلم البعبع صح؟ والله بص، أنا بالنسبة لي كممثل أتمنى أعمل كل الأدوار. أتمنى أعمل أدوار الدراما، الحاجات اللي هي فيها السيريس دي، وأتمنى أعمل حاجات الإيموشن العاطفية، وأتمنى طبعا أعمل الكوميدي كويس زي ما الناس واثقة فيها. فيه المرة دي كان الأكشن وكان بالنسبة لي جديد، والحمد لله الحمد لله كنت مستمتع جدا بالتجربة بعيدا عن الإصابات اللي حصلت. طبعا أنا سمعت إنك اتصبت برجلك. حصل إيه؟ أنا كان أمير سايق جولف كار وهو ماشي، أمير بقى مركز قوي وبيسوق ومش عارف إيه، ومش مركز إن في ناس قاعدة ورا، كنت أنا وياسمين، فأنا واقف عند الباب وبعمل كأني بضرب الناس، وهو لف العربية عكس جسمي، خرجت أنا برا الجولف كار وقعت على الأرض. جالي كدمة 20 يوم في رجلي هنا والله، بس الحمد لله عدت عليك. المهم الناس اتبسطت الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبي. البطة الصفرة، قلت هتلعب دور حلو مع غادة عادل. غادة عادل مش أول مرة تشتغل معايا في حاجة، يعني احنا عملنا مع بعض الخطة العايمة، وكان معانا ربيع، والمرة دي أنا وهي في البطة الصفرة، وعملنا مسرح في موسم الرياض كتير أنا وهي. البطة الصفرة تحدي جديد بالنسبة لي، لأن في تمثيل، في ضحك، وفي تمثيل أتمنى الناس تقبله مني، وأتمنى الناس تقبلني في المنطقة دي، وأتمنى أكون ممثل قدرت أدي الدور بتاعي، فيا رب إن شاء الله يعجب الناس. هو بالمناسبة في شهر 8 إن شاء الله بإذن الله. الشهر الجاي. محمد أنت تميزت مع 4-5 من مسرح مصر، وانتوا الأكثر طلباً اليوم. ليش برأيك باقي الزملاء اللي كانوا معكم ما أخدوا الفرص اللي انتوا أخدتوها بصراحة؟ بص هقولك على حاجة، أنا بشتغل من قبل مسرح مصر، يمكن وشي معروف شوية من قبل مسرح مصر، هي والله بتبقى اسمه ونصيب، وإحنا كلنا بنسعى، وبالمناسبة هم ممثلين يعني أحسن مني كمان والله العظيم بجد، فهو كل شيء بأوان عندنا في مصر بيقولوا كده. أرزاق طبعا، وربنا يرزق الجميع يا رب. يعني ما فيها اجتهاد؟ لا هم بيجتهدوا، أقسم بالله ربنا يوفقهم، وإن شاء الله بإذن الله يبقوا نجوم مصر ونجوم الوطن العربي كمان. أنت حلو من برة ومن جوة وتستاهل كل خير. هتقول إيه لمستمعي راديو الرابعة اللي بيحبوا كل الأعمال اللي بقدمها توتا؟ اقول لهم انا متشكر جدا ان انا معاكم، ومبسوط قوي والله بجد، وانا بحبكم قوي، ويا رب الفيلم يعجبكم ان شاء الله البعبع كده، ونبقى قد ثقتكم، وبعديه البطه الصفراء ان شاء الله. بودكاست نجم الرابعه.